رجعنا من جديد هنعمل اخر وصفه وهي فطاير سهله جدا جدا. هحشيها بجبنه مثلثات، جبنه اي جبنه موجوده عندك. انا النهارده هعملها بجبنه المثلثات وبتبقى خطيره. الفطاير المقليه بالجبنه، كوبايتين دقيق، ربع كوبايه نشا، حبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه، رشه ملح، هستعمل ميه سخنه اعجب بيها وهحشيها جبنه مثلثات. مفيش اسهل من كده. ادي دقيق، النشا، البطاطس المسلوقه، بطاطسايه وسط ما تبقاش كبيره قوي، بسلقها وبهرسها اهي، والملح، واجيب الميه السخنه، يعني مش ميه بتغلي طبعا لان مش هعرف اقلبها قوي، بس الميه تكون اكتر من دافيه. ادي شويه وهبتدي، انا مش حاطه خميره، خدوا بالكم العجينه مفيهاش خميره. وهي الميه بحطها شويه شويه عشان انا بدعك العجينه فيها بطاطس. خلاص اهي، بصوا طول ما هي مفروله كده ده معناه انها عايزه ميه اهي اهي، ابتدت تلم تلم العجينه، بسيبها ترتاح، هي مش هتنفش يعني مش هتخمر، بس هترتاح، هترتاح ربع ساعه مش اكتر، لنص ساعه يعني مش هيحصل لها حاجه لو سبتها اكتر اهي. بدعكها وعجنها لغايه لما تنعم تماما. عايزه تعمليها في العجانه اوكي، عايزه تعمليها على ايدك مفيش مشكله اهو، لغايه ما تلم معاكي اهي اهي. لازم تبقى ناعمه وطريه، وبسيبها طبعا. انا مشكلتي معلش يا جماعه والله الجلوفز اوكي اهي. هسيبها بقى ترتاح وبعد كده هفردها، هوريكم بقى هنعمل ايه. انا اهي في واحده انا مغطيها بس عشان ما تنشفش. ادي العجينه بتاعتي، هنجيبها في النص احسن عشان نعرف نشتغل اهي. وهاجي ابتدي اقطعها، هقطعها اهي رفيعه، مفروض ارفيع. سايبتها ترتاح نص ساعه اهي، وابتدي اقطعها خلاص، ودي افردها من تاني. خلاص هجيب الجبنه المثلثات، اهو هحط جبنه مثلثات، وبعدين حاجه اعمل ايه، هقفلها. بصوا كده اهي، وبعد كده اجيبها واعملها زي ودن القطه. ممكن اسيبها عادي يعني مش لازم نصعبها على نفسنا، بس هي كده بيبقى شكلها حلو. ممكن اعملها كده، وممكن كمان اوريكي طريقه اعمل لها شكل حلو بالشوكه. بص كده يا ياسر عشان تبان معاك، بص اهي كده اروح عاملاها بالشوكه علشان تقفل. ده شكل، وشكل تاني اللي هو ده ودن القطة ده، والشكل التالت بصوا الحرف ده هعمل ايه، هاخد من تحت لفوق كده اهي. ادي
دي كلها اشكال لنفس العجينه، كذا فكره. وممكن اعمل حاجه اسهل كمان، هحط حته الجبنه في النص كده وهجيب واحده اهي، دي لو انا عايزاها كبيره بقى، وبرده بالشوكه داير ما يدورها. ممكن بقى لو عايزه تحط لها حبه بركه مع الجبنه، تحطي سمسم اللي انت عايزاه. هنكون مجهزين الزيت وهنقلي فيه. خلينا ناخد الزنانين الاول على الزيت سخن، اهو بسم الله الرحمن الرحيم، وبقليهم في الزيت. فاضل واحده نحطها ونطلع فاصل. دي الكبيره اهي، مش لازم تعملي الاشكال دي كلها يعني. بسم الله نحطهم نحمرهم ونطلع فاصل. يلا بينا، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني.